عسلامة لسو كله ومرحبا بكم في الشين يوتيوب انبوكسينج تاني كالعادة معكم ياسين الموز. واليوم باش نعملو الانبوكسينج والريفيو الارخص هاتف جديد من سامسونج وباش نكتشفو هل يستحق الشراء ام لا، واللي هو السامسونج جالكسي A03S. سامسونج جالكسي A03S سومو 429 دينار النسخة 332 و479 دينار النسخة 464. لي دو فيرسيون تلقاهم ديسپونيبل عند ويكي بوانتين مع إمكانية التقسيط والتوصيل لكامل تراب الجمهورية. وفي فيديو اليوم باش نعرفو زادا شنية مميزاته والعيوب متاعو، ونبداو بمحتويات الصندوق اللي باش نلقاو فيها شارجور عادي، كابل يو اس بي سي، وآخر حاجة ليكوتور. البوشيت لا، نتعداو للتليفون. الجالكسي A03S يجينا بديزاين عادي من البلاستيك، والخلفية فيها تكستور وطابعين عليها اللوطة لوجو سامسونج. على اليمين باش نلقاو أزرار التحكم بالصوت وزر الباور اللي هو بيدو لومبرانت ديجيتال، أما الحقيقة رزينة شوية مش ديما يتعرف على بصمة الإصبع، وتنجم تحل التليفون زادة بريكونيسونس فاسيال، أما مش في الظروف الكل قادرة أنها تتعرف على وجهك، دونك باش تلقى روحك تستعمل في الشيما يقابلك أسرع. على اليسار باش نلقاو مكان لشريحتي اتصال وشريحة ذاكرة في نفس الوقت، وهوني جودة الاتصال جيدة، تنجم تسجل المكالمات من غير ما يتم إعلام الطرف الآخر، وكابتور المكالمات يخدم بالباهي. أسفل الهاتف باش نلقاو بلاصة ليكوتور، اليو اس بي سي والسبيكر، خلينا نجربوه. أوكي، بالنسبة للصوت مقبول، نتعداو تويكا للإكران. تنلاقي شوية تحسوه. الجالكسي A03S يجينا بإكران دو 6.5 بوص PLS LCD كيف وكيف لي PS بريسك بريزوليوشن HD+. فيه ألوان طبيعية ضاوي وما تتغيرش الألوان بتاعه كي تتغير زاوية الرؤية. بالنسبة لسومو حاجة باهية ومقبولة. نتعداو للبرفورمانس، التليفون يجينا بالأندرويد 11 بسيركوش الوان يو اي 3.1، والصراحة الواجهة هذه رزينة على التليفون، دونك من ناحية الاستعمال اليومي ديما باش تلاحظ لاك موجود. أصلا البروسيسور نتاعو أونتري جام ميديا تيك هيليو P35 مع 3 جيجا درام و 32 جيجا ستوكاج، او 4 جيجا درام و 64 جيجا ستوكاج. وانا ننصحك كان تحب التليفون يكون اخف زيد 50 دينار وامشي للفيرسيون اللي فيها 4 جيجا درام. بالنسبه للجيمنج كالعاده فري فاير مريقله، الكول فيديو موبايل تتلعب في الفيبل جرافيك مع اف بي اس ال في، وساعات فما لاج خفيف. ببجي تتلعب في الجرافيك اكيليبري و اف بي اس مويان، وما تنجمش تعمل انرجسترمون ديكرون للجيم بلاي نتاعك. بالنسبه للبطاريه هي 5000 ملي امبير اللي تكفيك نهارين استعمال عادي. نتعداو تويكا للكاميرا. A03S يجينا ب 3 كاميرا، 13 ميجا بكسل برانسيبال و 2 ميجا بكسل للماكرو وللبورتري. نخليكم مع التصاور ونستنى رايكم في التعليقات. بالنسبة للفيديو ماكس نتاعو فول اتش دي 30 اف بي اس من غير استابيليزاسيون، دونك ماذا بيك تكون راكح كي تصور فيديو بيه. وبالنسبة لكاميرا سيلفي هي 5 ميجا بكسل وتنقصها الهاش دي ار. كالعادة نخليكم مع التصور ونستنى رايكم في التعليقات. الكاميرا السيلفي اللي في السامسونج جالكسي A03S تنجم تصور لك دي فيديو فول اتش دي 30 اف بي اس. شنو وريكم في الكاليتي نتاع الفيديو والكاليتي نتاع الميكرو. وهكا نكون وصلنا لفقرة مميزات وعيوب الهاتف، وكالعادة نبداو بمميزات الهاتف اللي أولها هي التليفون مرتاح في اليد، كيف كيف عندك إكران كبيرة وجودة التصوير بتاع الكاميرا برانسيبال مقبولة، عندك بلاصة دو سيم وكارت ميموار في نفس الوقت، وتنجم تقوم بتسجيل المكالمات من غير ما يتم إعلام الطرف الآخر، بطارية تنجم توصل تشدك نهارين، وفي الآخر أنت واخو من عند سامسونج.
نتعديو تويكا العيوب او نقائص الهاتف اللي اولها لومبران ديجيتال ومره تعبه مره تمشي ومره لا كيف كيف سوفتوير رزين على الهاردوير هذا اللي يعكس بيرفورمانس فيها لاج في الاستعمال اليومي وما عندكش انجستمون ديكرون كيف كيف كاميرا سيلفي عاديه على الاخر خاطر ينقصها الهاش دي ار دونك تصور وضورك يا الضو يظهر يا انت تظهر اما الزوز لا صعيب عليه واخر حاجه البطري هي تحبلها على الاقل ساعتين ونص باش تشارجا من الاخر كانك تلوج على تليفون ثاني او تليفون للمكالمات معناتها حاجتك بالبطري اكران وتسجيل المكالمات فاني ننصحك بالسامسونج جالكسي A03 S يساعدك بالباهي اما كانك تلوج على البيرفورمانس ننصحك انك تمشي للشاومي ولا انفينيكس وانتم شنو رايكم قولوا لي في التعليقات لوطا وما تنساوش كالعاده الدعم باللايك والشير والسبسكرايب تفعل الجرس على خاطر الفيديو القادم باش يكون على الشاومي ريدمي 10 اللي جوست باش تزيد 150 دينار وباش يكون افضل من جميع النواحي وكان عندك اي سؤال تنجم تخليه على الجروب فيسبوك اللي عملناه ليكم انبوكسينغ تين فان كلوب كيف كيف كنت تحب تعرف اخر اخبار التكنولوجيا لحظه بلحظه كل ما عليك انك تزور الفيسبوك انبوكسينغ تين ولا تزور الموقع نتاعنا unboxingtain.com وكنت تحب تشري اي تليفون سوى هذا ولا ريدمي 10 ولا اي تليفون اخر بي سي الكتروميناجي اكسترا مع امكانيه التقسيط والتوصيل لكامل تراب الجمهوريه ننصحك انك تعمل طلع على السيت ويب wiki.tain وهكا ما بقى كان نقول لكم نشوفكم ان شاء الله بافضل حال في الحلقات القادمه اتري بيانتو